السلام عليكم أخواتي، نتمنى تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. صلاة وسلام على رسول الله. نبدأ بوصفتنا. بسم الله، وصفتي اليوم راح تكون كرومة في الفرن. طريقة سهلة وبسيطة وجميلة ولذيذة، إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. وما تنساوش أخواتي، قبل ما نبدأ طريقة التحضير، دعم القناة بالضغط على لايك وتفعيل الجرس وتعليقات الحلوة ليصلكم مني كل جديد بإذن الله. هذا الوصفة عجبتني بزاف، حبيت نشاركها معاكم. هي ما تخش معنا الوقت، نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي وسلم تسليما. عندي حبة طماطم وعندي بصلة صغيرة، أنا كانت عندي بصلة كبيرة قسمتها على زوز، تعود صغيرة نحطو واحدة برك. عندنا المعدنوس، الثوم عندي 5 فص ثوم، عندي البطاطا 4 حبات، عندي بصلة مقسمة وزرودية أو الجزر والحمص، التوابل عندي فلفل كحل، توابل مشكلة وكمون. نبدأ راح ندير تتبيلة. أنا قبل هنايا الكرومة راني حطيتها ساعة قبل الطيب في الماء. راح نحط البصل والطماطم والمعدنوس والثوم في الخلاط، نحط لهم التوابل، الملح فلفل اكحل و7 بهارات وشوية كمون، نخلطهم كامل مع التتبيلة، نضيف لها الزيت. هذه الكرومة بعد ما طيبتها راح نشقها بالسكينة في النص وندخل فيها التتبيلة تاعنا، نحط لها كامل التتبيلة بهذه الطريقة. كل مرة نثقبها وندخل فيها التتبيلة. راح نجيب البرمة، انا استعملت البرمة تاع الطين ساعدتني بزاف. راح نحط فيها زيت، 3 مغارف زيت، نرمي فيها الجزر، 2 حبات جزر، فنجال حمص والبصلة مقطعة والبطاطا. نضيف لها الملح، نصف ملعقة صغيرة
نضيف لهم الكرومه، بعد ما حطيت الكرومه غطيتها بالورق الطهي، نغطيها بورق الطهي باش هكا طيب لافابير تاعها، نغطيها بالالومنيوم. دبلت له الالومنيوم، نقفلها مليح ونحطها في الفور وتطيب. انا قعدت معايا ساعتين ونص في الفور. كي تفوت ساعة كي نحطها في الفور وتفوت ساعة نخرجها ونضيف لها كاس ماء تاع المرق اللي طابت فيه الكرومة. هنايا بعد ما طابت منظر تاعها يشهي والريحة هزة الكوزينة. طابت الكرومة يعني طريقة مليحة تجينا ألذ كرومة. خاصة كي طابت في البرمة تاع الطين. هاو الطبق مع سلطة مشكلة بطراف بصل فلفل حلو خيار خس. هنايا هاي طابت، شنو كانت سخونة ما قدرتش نهز، يعني طابت لذيذة وروعة روعة روعة صدقوني جات تهبل. حطيت فوق سلطة الفلفل المشوي نتمنى انكم تجربوا هذا الوصفة وتبعوا طريقتي بإذن الله راح تجيكم هايلة. وما تنساوش مرة أخرى دعم القناة، والسلام عليكم أخواتي وإلى الملتقى بإذن الله.